أيوة. طيب المقطع التالي سعد السبيعي ابو غنى، اعطونا المقطع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا اسمي فرسان، انا اشد شباب في التمثيل، انا اشد ولد عمي سعد السبيعي. ونعم الله يخلي لنا والله ان شاء الله. اهنيكم على محبه الاطفال لكم قبل الكبار، فانا اقول فعلا لو ما طلعوا هالبرنامج هذا الا بمحبتهم فاتوقع ان هذا اثر جيد جدا. اسميهم يا ابو نايف اللي بعد الاطفال انه بيعقلون وبيشون لنا سامح لنا ما سمعك حبيبي. اقول الاطفال اللي يطلعوا هذول يشجعونا طاقه لنا فعلا، عسى الله يقويكم يا رب، وان شاء الله نشوفها في الايام القادمه ان شاء الله تنعكس ايجابا عليكم.